اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم ماسك بالشاي الأخضر الطبيعي والطيل الأبيض لإزالة الرؤوس السوداء وتفتيح لون البشرة وإزالة الحبوب الرقيقة والمسام الواسعة من الوجه. بلا ما تضيعي فلوسك في الماسك الأخضر الصيني اللي داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي ما عنده حتى نتيجة، وخليكم حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا النتيجة ديالو. خليكم معايا نحضروا ماسك بالشاي الأخضر أحسن 100 مرة من ماسك الصيني اللي كيتباع في مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نحضروا هذا الماسك بمكونات في المنزل وبلا ما تضيعي فلوسك. أول مكون كنحتاجوه هو الطيل الأبيض اللي الثمن ديالو رخيص بزاف. يحتوي الطيل الأبيض على العديد من المعادن المهمة والمفيدة للبشرة، فهو يساعد في علاج حب الشباب وإزالة التصبغات الجلدية وكذلك الترهلات والتجاعيد، كما أنه يغذي البشرة بعمق ويبيض لونها ويسد المسامات الواسعة. كنوضع ملعقة من الطيل الأبيض وملعقة من الشاي الأخضر أو الماتشا. والشاي الأخضر يساعد في التقليل من إفرازات الدهون وهو مهم جدا لأصحاب البشرة الدهنية. والمكون الثالث هو جل الألوفيرا، كنحتاجه تقريبا نصف ملعقة. من بعد كنضيف بعض القطرات من زيت شجرة الشاي. يساعد الزيت بترطيب البشرة من الأعماق والحد من جفافها ويعمل كمضاد للميكروبات والالتهابات. في الأخير كنضيف قليل من الماء ونخلطه حتى نحصل على ماسك. إذا كنتوا باغين تستعملوا هذا الماسك بالفرشات غادي نخليه شوية خفيف. يستعمل هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. وقبل استعمال هذا الماسك ضروري معمل بخال للوجه باش يتفتحوا لينا المسام بحال هذا الشكل. غادي نخليه شويه خفيف باش نسرحوه بسهوله على الوجه. بالنسبه لبشره هذه البنت فيها رؤوس سوداء وعدم توحيد في اللون. غادي نوضعوا الماسك اللي حضرناه على الوجه ونخليه حتى ينشف تقريبا لمدة 20 دقيقة. من بعد نزوله والنتيجة ديالو كيبيض البشرة ويفتحها ويغلق المسامات ويزيل الرؤوس السوداء. أنا هنايا ضفت الطيل الأبيض للماسك لأنني غادي نوضعه في قرعة الماسك الصيني. إذا كانت عندكم قرعة الماسك الصيني فارغة وبغيتوا توضعوا فيها هذا الماسك ضروري بإضافة الطيل الأبيض حتى يصبح لنا عقد بهذا الشكل. وضروري ما تجربوا هذا الماسك خصوصا البشرة الدهنية، أكثر من رائع. كناخدو قرعة الماسك الصيني ونفرغوها ونوضعوا الماسك اللي حضرنا فيها ونغطيو القريعة ونخليوها على جنب تقريبا لمدة نصف ساعة من بعد نفتحوها. هذا هو الماسك اللي حضرنا أحسن 100 مرة من الماسك الصيني. كنوضعوا الماسك على الوجه ونخليه حتى ينشف من بعد نزوله. والفرق واضح ما بين الماسك الصيني اللي شريت والماسك اللي حضرت في المنزل. كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك وتردوا عليا، وما تنساوش تعملوا لايك وتبارطاجيو الفيديو.